ما تعينيش. تبعني تبعني. مين تبعك انا يا اخويا؟ وهنا تغنى انتوما. اسمع انت من نهار اليوم اللي بات معاك لهنا انا مسجد خوك داني وشاش. ما تبات ما تبات. وين تبات هذه؟ ديجا بديت تبات وش من وشاش؟ لارمي لارمي ويحوسوا عليا الدنيا كاع تحوس عليا لي جوندار لارمي لا بوليس لي باراجاني اني مهول. اسكت عليا يا حبابك انت ما عرفتش واش راني عايش انا. بدك المعيشه راني عايشه. اين نحل البيت هذا؟ ما مانيش خايف مانيش خايف. دوا ثدي اخويا ادوا الهبط. ها دوا الهبط يا اخو شعرت الحقوبه. قولي دوز لينا الكازينا او الوطن او الريشيرشي. او الريشيرشي او الريشيرشي او الريشيرشي. هيا راح قول له مدهالو هذه مدهالو له. لقد جابني في يا خوتي باراج باراج يا بلاك وارد. ماشي بلاك وارد هاك تعرف انا لارمين خاف يضرب يلقاني ريشيرشي. اسمع هاك سوق نتلاقاو مول باراج. نسناك لها اسناني لها يا جس مول باراج. شو خايب وتشو راه وسطو تضحك ها تضحك هكذا ولي يدير وش بيك هذه معيشة هذيك عايشة انا نروح لوروب انا هكذا وش بيك وش دير تقرا وش دير كيما انا ماشي قاري شومي عطاها لي عطاك لو كافي جابوا لي لور دافع لا عباك يطيح الكازينو شي صغار شوف واحد ليكا تيك 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 والله ما نكذب يا حضرتي بعتنا التندو فبعتنا المغوط المهم نفوت عامي ديالي حضرتك رحت من حومه يا اخي جا نحي الشمه هضر معايا كيفاش نحي الشمه لما دابيا نجيب كالوبوب باش تدوني ديريكت من هنايا رحت واش عندك نيفو؟ سنة أولى ضربت واحد بزليف يا أخي ضربت شيخة بزليف حاوزوني ما تساعدني في كازينة سنة أولى حنا سحق أولى فاميليا نسحقوا عباد قاريين تديروجين شو نعطيه بشرطة وهنيني ما كان جوز لا نحييني حضارات نجبدها بالمقص اسمع أنا لي بونسمو هادو كاع مانا مش بيهم أب أن بندوكا واش بيك زعما دير بونسمو واش بيك طرقتي عليا دوبل بون أنا في المولود طرقتي عليك دوبل بون ارسي أخويا الكبير دكتور راك تشوف بها راني شي فولود فقصت ما دوك انا نعاود نطلع حال كريحتك هذا وشنو زاد صار بيك زاد والله غير زاد يعني. هذا هذا وش اقرب بيان سير اقرب راك تشوف اون سور دي ستار دكتور ماني شوف والو انا بتعك انا نعرف تنحطوك في الكاليطون دوك سنايبر وتشوف غير بعين وحده لانه خلاص بلا حضاره البارح ديك لايتو فلاتي تاع ما عطيت لهم كارطه انا جيت نديها والجندي قال لي تجوزهم جوزهم جوزهم تاع ديك لا ريسورس حنا صاحبي قرينا بلي من دوك الكارطات بصح ماشي ليكم اللي ماشي قارين حنا ماشي قارين واش ندير به تاع قاري تجوزهم خويا تجوزهم تما اللي ماشي قاري تعاونوه تبوسيوه وحنا اللي نطلعوا البلاد ما تعاونوناش اي قدر روحك هضر معايا باحترام درواز خرجوا 18 كيلو ابت ان ابت ان دكتور شوية ريح يديني 15 كيلو ما عندناش الريحنا في كازيرنا ما عندناش عندنا غير سخانة سخانة توكل وزيد انت رقيق ورباطي تتخبى مليح لي سبيوناج والعفايس ايا روح روح ابت ان قلبك كوي دور لاباس به ابت ان دكتور نعم واش بيهم رجلي صبعتك شوية معوجين مع الكولداس يتسقموا دكتور واش شعري واش بيه شعرك ثاني مشتوش انا مشتوش هاك شغل ما ضياتي ولا انت واش بيه سحقوك انت في كازيرنا فوق دكتور كاين حاجه نسي في شامبو لاني اب ان سناني واش بيه هاد سنان بابا بابي لا فوضوي هذا يا صاحبي وادي على خليتها هذه هذه خليتها دكتور اون كان راح نخطبوا لها زوج وما نقعد بها سابي يا خلاص خلاص واعر واعر انت يا معفى معفى انا نعطيك عفاء طبي راح ما نتجوزوش دكتور ما تجوش ما تجوش عرفتها بلي سناني راح يجيبوا لي الخير يا عرفتها يعني شافي عليك ما وجهك ما تبدلش ما عرفت سورسي سورسي مزال تقرا انا مع القرا يا حضارات انا نيفيتي في لارمي حتى 31 سنه ان شاء الله غادي تقرا صافي واش حد نقرا ولا غير جاوني بزاف لي زوكازيون تاع خدمه انا قلت نقرا باش نيفيتي لارمي ابغيت انا غادي ما جاش في يدي ما جات في يدي كيما تاع كوتا كاري قسما بالله غير ما غتجوزو بدون نشا سورسي سورسي نعم يا روح اطلع يا صاحبي الريشه قريب خرجت الجهه الاخرى معفى طبي هنا يا فرح انا يا حضرت واش نفرح كرهت الحومه بعدنا تندو تيميموني يا اخو انا ما راكش حاب معفى طبي لا لا نروح للمرض يا حضرات كرهت الحباس انا بعدنا ما نديرو بيكم انتوما روح روح الحومه روح صبر الله صبر الله
يا خويا انا ما نروح ما نشوف هاد ليك راني مليح لهنا نرقد عندك نبات عندك كلش عندك دبر راسك ها انت عندك كارطك شما درت بها واش درت بها في الضف القجر خليتها عندك خويا دادي انا نعرف بزاف شي ناس هكذا عندهم كارطة والله غير غير تصدم ما يديروا بها والو خدمه ما كاش تفضل روح عليك يعطيك الصحة حضرات ناس تمنى الفيزا وانا اللي نتمنى غير هادي يعطيك الصحة حضرات الحمد لله يا ربي انا جبتها حبيبي كارطة تاع لارمي هاي اللي خويا وصيتوني عليها اوكي جبت كارطة تاع لارمي ومن بعد شات هاك يا ودي تشتي روطا راه عام واش نعم الناس دخلت وخرجت واش بيك اسمحوا لي بزاف عام واش بدها عام يا خارح كاع حياتك شبابك راح كاع هيك في الاوروب والله غير 24 بنت كاتري علموك هذيك شويه الفورماسيون وكبريتها واش نسكت متمسخر هما تما في الهيغا عندهم بروفيسيوناليز قال فوالا انت حبي دير لارمي تجوز لارمي تروح تكاجي ما تجوزش لارمي راه دير 24 تاعك وراح تكمل قرايتك دير حياتك اي خويا العزيز خويا العزيز حبس حبس انت تهضر لي على القوال وطايح لي انت ما نعرف وشنو انا بكري اللي ما يتجوزش لارمي ينحيهم خويا بكري انتوما الاثنين عندي ليكم خبر يفرح وللأسف خبر ما يفرحش حضرات مع كل احتراماتنا نو صديقي ليك ماذا بينا نسمعوا الخبر اللي فرحنا الخبر اللي فرح هو صاحبك عنده لياقة بدنية لاباس بها سمح له باش يجوز الخدمة الوطنية مبروك عليك فرحت يا حضرات صديقي عقوبة عليه ان شاء الله والخبر اللي ما يفرحش هو صاحبك اللياقة البدنية تاعو ما تسمحلوش ولو كان يجوز الخدمة الوطنية راح يشكل خطر على الصحة تاعو راهو معطوب كنت على بالي بها حضرات احنا في الشاب في العائلة تاعنا باش يكون راجل ويتكل عليه والديه لازم يفوت العسكر يا حضرات على هاد الشيء راني متأسف من صحتي العائلة تاعك لازم تفهم الأمر وهو صاحبك هو اللي راح يزيد يفهمهم أكثر ما تقلقش يا صديقي أنا نضل ماشي خبر وراني نفهمهم ما بتنقص لوبيا يا صديقي كيف زهدو يا حضرة تبعتنا لتندو فعلها يا أخو علاه أنا قدام والدي الشاب عندنا في الدار لازم يكون راجل ويبيع الفناجل حضرة احنا الشابي هاي ما خايف كل شيء شاف واحد بيت الماء ونجي الله الله هلا اش بدني تاع اش بدني شوفها ما تحلاش تاع واحد بيك لاباس هاي خلاص حبوا ما تجوزوا بس ما تجوز فاهم وقول له ضرب شك درفون شكم ديروا قديه الدولة علاه لا لا جات بنتي شو حضرات ايش بنتي اللي تجوني بابا انا ماشي هكذا داير بابا انا اروح حبس جوش اه جوش انا عرفتها بالاسم هذا المره ماشي حد يدوني باب يعني دوك باب جبتها من ذكرها